حول سيطرة ميليشيا حزب العمال الكردستاني على قضاء سنجار في نينوى وتخادم ميليشيا الحشد معها. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أكثر من عامين على توقيع اتفاق سنجار بين حكومتي بغداد وأربيل دون أن تتم تنفيذ بنود هذا الاتفاق، إلى ماذا ترجع عدم تنفيذ بنود الاتفاق برأيك؟ أخي الكريم، تباين ميزان القوى هو من يعرقل بنود الاتفاق. نعم. فمن مبادئ التفاوض والاتفاق هو أن تمتلك نقاط قوة وركائز استراتيجية تستطيع من خلالها أن تفاوض وتفرض شروطك على الطرف الآخر للوصول إلى اتفاق. نعم. وأن تجعله يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق وفق التوقيتات المثبتة. نعم. هنا أتكلم عن ميليشيا حزب العمال الكردستاني المدعوم إيرانيا وميليشياويا ومتغافل عنه حكوميا. فالبكك اليوم يمتلك الجغرافيا والقوة بشطريها العددية والعدة. أما الحديث عن اتفاق سنجار بين حكومتي بغداد وأربيل، نعم، فهو مر بمتاعة الحكومات العراقية التي كانت أما عاجزة عن فرض قوتها وسيادتها في سنجار أو حكومة إطارية ميليشياوية حالية داعمة لحزب البكك الإرهابي. وبهذا بات اتفاق سنجار مجرد حبر مصنع ميليشياويا على ورق مستورد إيرانيا. طيب، هنا إلى مدى ترى أن الدعم الإيراني من خلال ميليشيا الحشد لميليشيا حزب العمال الكردستاني المسيطر على قضاء سنجار هو وراء تعطيل تنفيذ الاتفاق؟ أخي، في العراق المحتل ساد مفهوم التوافق والتخاذم بين أوجه الإرهاب المتنوع. نعم. وقضاء سنجار يعتبر من الملفات المهمة للنظام الإيراني. هذه الجغرافيا الحيوية تقع في المثلث العراقي التركي السوري، مما يعطيها أهمية استراتيجية من الناحية العسكرية والأمنية والسياسية، والتي من خلالها يتمكن النظام الإيراني أن يتلاعب أمنياً بأمن دول الجوار في مقدمتها تركيا. وهذه الجغرافيا أيضاً هو يؤمن تلاعب جغرافي عسكري جديد بين إيران وسوريا عبر العراق. لذلك لا يمكن للنظام الإيراني أن يتنازل عن هذه الجغرافيا تحت عنوان اتفاق سنجار، بل هو مستمر بدعم حزب البككة المصنف إرهابياً بالسلاح والعتاد والمقاتلين رواتب أرداف عن طريق ميليشيا الحشد ممثل بميليشيا النجبات. لذلك إيران تصر على تعطيل تنفيذ الاتفاق خارج شروطها الغير شرعية. ولكن في ذات الوقت إيران تحارب الأحزاب الكردية داخل أراضيها. هذه أخي، هذه الأحزاب الكردية والمحاربات كلها تخضع لأجندات سياسية. اليوم نرى القسد اللي هي داعمة لحزب البككة مدعومة أمريكيا. نعم. وأمريكا نفسها تصنف البككة منظمة إرهابية. هذا كله تخضع إلى أجندات سياسية وظروف وحدث المنطقة في ذلك الوقت. طيب، اليوم كيف تقرأ ما تم تسريبه عن فالح الفياض باستخدام عناصر من أكراد سوريا وتركيا لدعم البككة في العراق؟ أنا أقرأ التسريب الصوتي حقيقة اللي يعني بين أنه فالح الفياض يستخدم عناصر وأكراد سوريا وتركيا البككة. نعم. من عدة جوانب، أهمها أولا التمكين العددي لميليشيا البككة في سنجار لتحويلها لجغرافيا ميليشياوية إيرانية ولائية. نعم. ثانيا تسخير ميزانية السلطة لتعزيز التواجد التخوي الميليشياوي في مناطق العراق على حساب معاناة العراقيين وخاصة في هذه الشباب اللي يعاني من غالبيتهم من البطالة. والثالث والأهم والأخطر هو أن هذا التسريب اللي سمعناه كليتنا والنشر الصوت المسرب يمثل التعاون والتخادم الواضح والصريح بين مؤسسات حكومية كما يزعمون وهي الحشد الشعبي مع فصيل مدرج على لوائح الإرهاب الأمريكي والبريطاني الأوروبي، والذي يشكل خطر ليس على العراق فقط بل على دول الجوار والعالم أجمع. لذلك يجب أن تصنف هذه الحكومة وفق القانون الدولي على أنها إرهابية، وأن يتم التوقف عن التلاعب بالمفردات بوصف ما يوجد في العراق مجاميع وسلاح منفلت، بل يجب الإقرار بوجود سلطة منفلتة إرهابية. طيب، مصادر صحفية تؤكد أن هناك اجتماعات تعقد بين ضباط إيرانيين وكذلك عناصر من ميليشيا الحشد وميليشيا البككة للسيطرة على الطريق الواصل ما بين قضاء سنجار الحدودي والحسكة في سوريا. ماذا لو تمت سيطرة الميليشيات فعليا على هذا الطريق الحيوي؟
نعم أخي الكريم، الكثير من المصادر الصحفية والمصادر حتى المتواجدين في المنطقة يؤكدون على وجود اجتماعات ولقاءات مستمرة بين ضباط الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي والبككة، وأيضا شاركت في هذه اللقاءات بعض قيادات حزب الله اللبناني ومنهم محمد كوثراني. قضاء سنجار اليوم أخي الكريم تحول إلى سكنة إيرانية بلباس حشدي عمالي، وليكون حاله وحال جرف الصخر من حيث السيطرة والنفوذ والغايات. نعم. والذي خطت إيران عليه سابقا يافطة ممنوع التقرب، وطريق سنجار الحسكة هو من أولويات السيطرة الجغرافية الإيرانية، فبه ستكون المساحات والطرق الإيرانية والعراقية والسورية مفتوحة أمام الإرهاب المتعمد والمتعدد الأنواع من مخدرات وسلاح وإرهابيين، ويكون طريق سنجار الحسكة وممر الموت الأسود. بالتالي ما سيكون تأثير ذلك على النازحين الذين لا يستطيعون إلى اليوم العودة إلى مناطقهم وبيوتهم في سنجار؟ تأثير سلبي كبير سيكون على النازحين، وستزداد معاناتهم أكثر بما يعانونهم أصلاً. نعم. من خلال منعهم من العودة إلى ديارهم في قضاء سنجار بعد مصادرة منازلهم وأراضيهم أو ابتزازهم مادياً بفرض أساوات عالية كبيرة جداً، ومن يعود منهم يتهم بالإرهاب وخاصة من العرب، وذلك لإفراغ القضاء من المكون العربي الذي هو مكون رئيسي من مكونات المدينة. ورأينا ما حدث للعائلات العائدة التي حصرت في مسجد الرحمن مؤخرا وسط القضاء الذي أمام الجيش، تم إرهابهم ولم يتدخل الجيش إلا بعد الكثير من المعاناة، تدخل ليساهم في طردهم خارج القضاء. نعم. العميد الركن خليل الطائي من بغداد، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.